الأطعمة على الريق. الحمضيات وعصائرها. تحتوي الحمضيات مثل الليمون والبرتقال والمندرين والجريب فروت على نسبة مرتفعة من الأحماض، ما يعني أن تناولها على معدة فارغة يسبب حرقة المعدة وزيادة خطر الإصابة بقرحة المعدة. شرب الحليب على الريق. كل الأطباء والناس يتداولون أن شرب اللبن أو الحليب صحي في الصباح، ولكن تناول الحليب على معدة فارغة يؤدي إلى تفاعلها مع البكتيريا الموجودة بداخله والشعور بالإعياء والتخمة وانتفاخ البطن، ولا يتم امتصاص الكالسيوم جيدا، ويمكنك شربه في وجبة الإفطار ولكن ليس على الريق مباشرة. الشاي على الريق. يؤدي تناول الشاي على الريق وحتى بعد تناول الطعام أيضا إلى امتصاص الحديد في الجسم، مما يسبب فقر الدم، وينصح بتناوله بعد وجبة الطعام بساعتين. الطماطم على الريق تؤدي إلى تفاعل الأحماض بداخلها في المعدة وعدم ذوبانها، مما يؤدي إلى تكوين الحصى في المعدة. الموز على الريق يؤدي إلى ارتفاع معدل المغنيسيوم في الجسم، مما يسبب خللا في التوازن بين الكالسيوم والمغنيسيوم واحتمال الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، ويمكنك تعويض الموز بالتمر. الكافيين على الريق. تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالمشروبات الغازية والقهوة على الريق يؤدي إلى الإصابة بقرحة المعدة على المدى الطويل، إلى جانب الشعور بالحموضة والإعياء. البرتقال على الريق. عصير البرتقال يمكن أن يسبب التهابات المعدة والأمعاء، خصوصا إذا شرب لوحده في الصباح، ويفضل أن يشرب عصير البرتقال في آخر الوجبة وليس قبلها. الخيار والخضروات الخضراء على الريق. تناول الخضروات الخضراء الغنية بالأحماض الأمينية على معدة فارغة يسبب حرقة المعدة وانتفاخ البطن وألم معوية. القهوة على الريق. قهوة الصباح عامل على تحفيز اليقظة بالنسبة لكثيرين، لكن ينصح بألا تكون القهوة أول ما تشربه أو تأكله على الريق. إلى جانب تأثير القهوة على الحموضة، يمكن أيضا أن تسبب اختلالات هرمونية تسبب القلق والتوتر عند تناولها على معدة فارغة. بدائل صحية لتناولها على وجبة الإفطار في الصباح. يعمل الشوفان على خلق طبقة عازلة حول جدران المعدة لمنع حمض الهيدروليك من تسبب الضرر لغشاء المعدة، كما يحتوي الشوفان على ألياف ذائبة تعمل على تقليل مستويات الكوليسترول في الجسم. البيض. وجد باحثون أن تناول البيض على وجبة الإفطار يقلل من السعرات الحرارية اليومية بشكل ملحوظ. البطيخ الجحة. تناول البطيخ على معدة فارغة يمد الجسم بمقدار كبير من السوائل الجيدة، كما أنه جيد لصحة القلب والعينين نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من الليكوبين. الجوز. يعمل الجوز على تنظيم مقدار الحموضة في المعدة ويحسن من عمل الجهاز الهضمي. العسل. يمد العسل الجسم بالطاقة اللازمة خلال الصباح الباكر، كما أنه يزيد من نشاط العقل ويزيد من مستويات هرمون السيروتونين هرمون السعادة. زيت الزيتون على الريق. إن ما نأكله يجب أن يكون دواء لنا ويشفي أجسامنا من المشاكل الصحية، وينبغي أن يكون مفيد جدا لأجسامنا، وزيت الزيتون هو أحد هذه المواد والتي تعمل بشكل مثير للدهشة لصالح الجسم على حد سواء من الداخل وكذلك على البشرة من الخارج.